السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تعتيارت لنعرفكم على مشروع سنوية رائعة تم إنشاؤها في ولاية تيارت، واللي يعني تتميز بطراز عصري وفيه إبداع يعني غير مسبوق للشباب نتاع الولاية. إذن نترككم تتبعون هذا الفيديو عن هذه الثانوية الرائعة اللي ماذا بينا احنا المشاءات يعني المدرسية في الوطن. تبع هذا المثل النموذجي والسلام عليكم. هي الثانوية الجديدة إبراهيم نافع، صرح علمي استفادت منه بلدية سي عبد الغاني بتيارت. هي ثانوية تميزت بأسلوب الإنجاز الذي خرج عن المألوف ليهتم بالهندسة المعمارية والنظرة الجمالية التي تبعث راحة نفسية للتلاميذ. وهذه الثانوية هي ثمرة إنجاز لشباب أخذوا الفرصة تاعهم في إنجاز المشاريع. كما نشوفوا هنا الثانوية تاعنا هي ثانوية تحفة فنية بامتياز، بالإضافة إلى ذلك أنها تحفة تقنيا فنية كذلك، تقنيا هي في إنجاز تقني متميز. وهذا كان كما ذكرت هو ثمرة للشباب اللي أعطاهم فرصة. الثانوية يعني ما شاء الله إنجاز حاجة عظيمة جدا، يعني حتى النظرة حتى القاعات حتى الإقامة حتى الإدارة، يعني شرفتنا هذه الثانوية، شرفت البلدية. مرافق كثيرة تحوز عليها الثانوية التي جسدت أسلوبا حديثا في البناء والتهيئة الداخلية للقاعات. هي تحفة معمارية تركت بصمة إعجاب لدى الكثيرين لتصنف من بين المشاريع المميزة بالولاية، خاصة وأن وراء إنجازها طاقات شبانية بامتياز.